الوقائع تتحدث عن إنجازات هذه الحكومة إن وجدت، وعن الإخفاقات، وهي كبيرة جدا للأسف. أعتقد أن أول إخفاقات هذه الحكومة وهذه الوزارة هي أنها كان يفترض لها أن تكون حكومة واحدة وطنية، وأن تكون حكومة ثالثة، وأن تستوعب إجراءات الحكومتين التي استلمت منهما، وهي الحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها الأستاذ عبد الله التني، والحكومة الوفاق التي كان يترأسها السيد فايز السراج. ما حصل أن الحكومة، ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، هي اعتبرت نفسها بديلة عن حكومة الوفاق، وأهملت كل الإجراءات وكل القرارات وكل التي عملتها وقامت بها وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة. وأنا أمام العالم وأمام التلفزيون الليبي وأمام تلفزيونكم تلفزيون المسار أقول لهم أنا أتحدى أن الإجراءات التي كانت لدينا هي كانت موجودة في طرابلس. نحن كنا نطبق حرفيا القانون رقم 2 لسنة 2001، سواء في الإفاد أو في التعيين أو في رفع الكفاءة. نحن لم نفرق بين شرق وغرب وبين شمال وجنوب، كنا نعمل على ككل الليبيين من أجل ليبيا واحدة موحدة، نعمل من أجل الأمن واستقرار ليبيا، نعمل من أجل أن يكون هناك لا عودة للحرب ولا عودة لمربع الحرب، نعمل أن يكون هناك استقرار دائم ومستدام. هذه الحكومة للأسف هي اليوم الموفدين في الخارج في وزارة الخارجية، ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية، الموفدين من خارج وزارة الخارجية أكثر بكثير من وزارة الخارجية، وكأن هناك وزارة أخرى بديلة. الكوادر الحقيقية المؤهلة وذات الكفاءة المهنية العالية والمدربة والتي حضرت المؤتمرات والندوات وشاركت في كثير من الملتقيات سواء على المستوى العربي أو الأفريقي أو الأوروبي أو الدولي، كلها أهملت وجاء بأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي للأسف أو السياسي، وتسويات وترضيات للأسف لا يجب، لا كان، ما كان لها أن يجب. وحتى ولو سمح بهامش كان في السابق لا يتجاوز 10%، اليوم قلبت الآية وأصبح الموفدين من خارج وزارة الخارجية أكثر من الذين يعملون في وزارة الخارجية. لحد هذا اليوم أنا أحدثك يا أخي الكريم، هناك موظفين في وزارة الخارجية لا زالوا لم يتقاضوا مرتباتهم، لا زالت مرتباتهم موقوفة، ما زالت تسوياتهم الوظيفية لم يتم البت فيها. هناك عدد كبير من موظفي وزارة الخارجية صدرت بحقهم قرارات إفادة وفقا للقانون ووفقا للتراتبية ووفقا لقرار لجنة الإفاد ووفقا للقوانين التي تنظم العمل السياسي والقنصلي، القانون رقم 2 سنة 2001. كل هؤلاء لم يتم التعامل بهم ولم يتم إفاد أي واحد من هؤلاء، كأن هؤلاء تم التشفي منهم وكأن هؤلاء يتم الانتقام منهم. هؤلاء موظفين لا علاقة لهم بالانقسام، لا علاقة لهم بالسياسات التي هنا أو هناك، يجب كان يفترض أن يتم التعامل معهم بمهنية وعلى مستوى الكفاءة. لدينا موظفين وسفراء ودبلوماسيين على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة، لم يتم الاستفادة من حتى ولا موظف واحد في مدير إدارة أو حتى نائب مدير إدارة. كل هؤلاء تم إهمالهم وتم تركهم. لدينا مكاتب في وزارة الخارجية، نحن كنا نتبنى ما يسمى بسياسة القرب، لدينا مكاتب في بنغازي، في الجبل الأخضر، في القبة، في طبرق، في الكفرة، في سبها، كل هذه المكاتب اليوم هي مهجورة وخاوية يعيش فيها الحمام. لماذا؟ هذه أبنية للليبيين، وهؤلاء موظفين يعملون من أجل كل الليبيين وكل ليبيا. لماذا يتم هذا التشفي وهذا الانتقام؟ إذا لديك مشكلة من حكومة، هذه حكومة ذهبت ونحن سلمنا، وأنا أقولها أمام الملأ، أنا أول وزير سلم لحكومة ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية إيمانا مني بالتداول السلمي على السلطة، وإيمانا مني واعتقادا مني وحكومتنا اللي يترأسها الأستاذ عبد الله التني أن حكومة ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية ستكون لكل الليبيين، وستكون على مسافة واحدة لكل الليبيين، وستكون هناك تنمية لكل المناطق، وسيكون هناك توزيع عادل للثروات، وسيكون هناك التعامل بمهنية وبمعيارية مع الموظفين في كل إدارات وفي كل وزارات. الدواوين اليوم خاوية، المكاتب خاوية، اليوم معهد دبلوماسي، وربما أهم إنجاز حققناه ونتكلم عليه بكل فخر، على مدى 70 سنة لم ينجز معهد دبلوماسي في مدينة بنغازي. احنا أرسينا هذه القاعدة وأصبح معهد بنغازي، معهد دراسات دبلوماسية موجود في بنغازي. نعم. وخرجنا أول دفعة، نتمنى الاستمرار على ما أنجز. إذا لدينا أخطاء فيقولوا لنا ما هذه أخطائنا، وإذا هناك أشياء إيجابية لا نبحث من قام بها، الحويج أو المنقوش أو حافظ أو أي شخص، علينا أن نبني ما أنجز عليه.
الدول لا تبنى بالتشفي، والدول لا تبنى بالأحقاد، والدول لا تبنى بالكراهية، والدول لا تبنى بثقافة أنه أن 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 أخالفك أنا أفضل منك. قل لي أي إنجاز حققته وزارة خارجية فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية على مستوى الجالية الليبية في الخارج، على مستوى السياسة الخارجية، على مستوى التوازنات الإقليمية والدولية، على مستوى تواجدنا الإقليمي والدولي، على مستوى مساهماتنا في هذه المنظمات ودورنا، على مستوى حل المساهمة في حل الأزمات، على مستوى دورنا في التسويات الموجودة اليوم في العالم، على مستوى أن تكون نفسها وزارة الخارجية على مسافة من الجميع. هل زارت وزارة الخارجية؟ وزيرة الخارجية لليوم نقول لها يا أختنا سيدة وزيرة الخارجية، لماذا لم توقعي لحد هذا اليوم شهادات التخرج لموظفي المعهد الدبلوماسي؟ هؤلاء أبناء ليبيين اللي من صرمان واللي من بن وليد واللي من الزنتان واللي من الجب من البيضة ومن واللي من بنغازي واللي من جالو واللي من سبعة واللي من القطرون واللي من سلطان واللي من جدابية، من كل المدن الليبية، هؤلاء ليبيون. لماذا يتم التشفي والانتقام؟ هذه إذا كنتم فعلا حكومة وحدة وطنية يجب أن تكونوا لكل ليبيين، ويجب أن تكونوا على مسافة واحدة من كل ليبيين. للأسف هي حكومة يعني وزارة خارجية هي تحاول فقط أن تعمل، لديها هدف رئيسي هي أن ترسي وأن تستمر هذه الحكومة إلى أبعد وقت ممكن، وتحاول هذه الحكومة أن هي تمدد لنفسها وتقول بحجة أننا لن نسلم إلا لحكومة منتخبة. هذا الكلام عاري عن الصحة. عندما الحكومة منحت الثقة في مارس 21 في مدينة سرت، في القرار الذي منحها الثقة قال بالحرف الواحد أن في 24 ديسمبر تنتهي ولاية هذه الحكومة. يعني كان يفترض لوزارة الخارجية على مستوى الموظفين، على مستوى الإدارات، على مستوى سياسة القرب، على مستوى الإفاد، على مستوى التدريب والتأهيل، على مستوى معهد دراسات دبلوماسية، على مستوى الجاليات، على مستوى المدارس الأجنبية اللي موجودة، كل الملفات هذه التي تم تسويتها على مستوى عمل المنظمات الأجنبية غير حكومية احنا ضمناها في لجنة وطنية، وعمل يعني يشهد به القاصي والداني، المدارس الأجنبية التي تعمل كانت بدون قوانين وبدون أنظمة وبدون نواميس وبدون لوائح تم تنظيمها، وتم يعني تنظيمها بشكل صحيح أيضا في لجنة وطنية. كل هذه المسائل تم تنظيمها بشكل علمي وبشكل كفاءة. وأنا أنا 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 شخصيا أنا خريج الدفعة التاسعة لمعهد دراسات الدبلوماسية، وبكل فخر أقول أني كنت الترتيب الأول في 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 معهد دراسات الدبلوماسية، ولست في إطار المزايد على أحد ولست أفضل من أحد، ولكن قمنا بواجبنا على باعتبارنا موظفين أصيلين وباعتبارنا في صميم عمل هذه الوزارة. وعمل هذه الوزارة هي 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 هي, هي إرساء أسس لسياسة خارجية رصينة ومتزنة في علاقتها مع المجتمع الدولي، مع وسطها المغاربي، مع وسطها الأفريقي والعربي، مع التواجد الدولي على مستوى المنابر المختلفة. واقع الحال يقول غير ذلك. للأسف الإكسسوارات والملابس للأسف كأننا في استعراضات، وكأننا في يعني لا أريد أن أخرج عن السياق، ولكن وزارة الخارجية ما هكذا تكون وما هكذا تورد الإبل للأسف.